أعزائي المشاهدين، ورجعنا من الفاصل. أستاذة هدى، دلوقتي بما أن حضرتك مديرة العلاقات العامة لشركة هورس، إيه هي الأذواق العامة الأكثر طلب عليها، المطلوبة دلوقتي في العربيات؟ وهل اللي بيطلبها منك أكثر ريتها يعني ستات ولا رجالة؟ وإيه الألوان المفضلة بالنسبة لهم؟ بصي، أكتر عربيات مطلوبة مننا التويوتا، التوسان، سبورتاج، كرولا. الفئات ديت اكتر عربيات بتتطلب. ممكن تقولي مميزاتهم على السريع كده بسرعه؟ الثبات بتاعها كويس جدا. أيوة. بتستحمل الهبد، الطريق، الجري. انت عارفه شوارع مصر جميله طبعا، بس كلها خمر ومطبات. أيوة. فديت العربيات دي بتستحمل يعني معانا، وبتتطلب مننا في المؤتمرات طبعا. أيوة. كتير، والحفلات. بخصوص الالوان، اكتر الوان الرمادي والاسود، لان بيطلعوا مؤتمرات وبيطلعوا حفلات وشركات، فاكتر الوان رمادي واسود، الالوان الرسميه بالظبط فعلا، ولا احمر ولا مش عارف ايه. الكلام ده برضو مطلوب، بس المطلوب اكتر الرمادي والاسود. في حد طلب منك عربيه حمراء؟ اكيد الستات. قولي لنا موقف طريف كده حصل معاكي كده. ان هي عايزه العربيه مثلا تبقى حمراء عشان تبقى لايقه معاها، ان هي بنوته مش عارف ايه، مش الكلام ده. عرفتي توفرها لها على طول؟ اكيد لو متوفر عندنا بنرضي العميل، يعني لو هي متاحه عندنا بنرضي العميل. بس يعني في لون كده غريب حد طلبه منك؟ لا لا، اكتر عربيات بتخش لنا هي الرمادي والاسود والابيض ساعات، بس الاكتر مطلوب دلوقتي. بالظبط. بالنسبه للسواقه طبعا انت عارفه سواقه الستات في مصر. أيوة. عامله ازاي؟ فلا، الرجاله احسن مننا في السواقه. يعني ده اعتراف مني بكده. ايوه، انا بحب سواقه الستات. عملوا ايه؟ عملوا ايه في العربيات اللي كانت ممكن تسيب العربيه في نص الشارع من غير ما تركنها ومن غير اي حاجه؟ معقوله؟ اه، لا، صوت وتمشي كده، صوت وتمشي، ولو ست خبطت ست يدبوا في بعض وحاجات كده جميله بنشوفها. أوه. مش معنى كده ان كل الستات سواقتهم وحشه يعني، لا. تمام. الستات بتسوق سواقه كده رجالي وحلوه. بس ف اكتر العربيات بتطلب هي التويوتا والسبورتاج والتوسان. الالوان الابيض يعني، الاسود والرمادي اكتر عشان المؤتمرات والحفلات، لان احنا بنطلع عربيات باعداد للشركات، حفلات، مؤتمرات، فنادق. فان شاء الله تبقى فتحه خير وبدايه سنه جديده، كل جديد مع بعض مع شركه حورس مع مدام هنيه. استاذه هنيه، قولي لي ازاي بتبداي مع العميل من اول ما بتبتدي تمضي العقد لحد ما بتتابعي العربيه نفسها، وايه ممكن المشكلات اللي بتقابلك وازاي بتحليها مع العميل؟ هو طبعا انا لما باجي اطلب عربيه مش بطلب اي عربيه وخلاص، انا عندي على صفحتي على الفيسبوك طبعا بطلب اللي بيطلبوا مني الشركه. يعني مثلا هم طالبين مني عربيه تويوتا كرولا اي حاجه مثلا، وليكن في القريه الذكيه، بحدد الريت بتاعها سواء كان بالسواق او من غير السواق. فبطلب دايما العربيات بتاعتي مطلوبه عربيات بالسائق او بدون، فالعميل له مطلق الحريه يجيب عربيته بيركبها او يديهن. طب هو نفترض ان هو اداني العربيه من غير سواق، من هنا تبدا ان انا لازم امضي معاه عقد. العقد بيقول مثلا من سنه لثلاث سنين، المده متاحه لي هو مش ليا انا، هو اللي بحددها. حلو قوي. تمام. انا بحدد له مثلا عدد الكيلوهات، وليكن مثلا من بدايه 4000، النهايه بتاعتنا بدايه والنهايه 4000، انا بكتب له في العقد 4000. ممكن اديها له اقل من كده، يعني مثلا العربيه عندي ليها سنه ونص عامله 37000، هو على الطبيعه بقى اوريها له فيديو وكل حاجه. طيب العربيه بتروح الموقع، انا بتابعها على الجي بي اس، وصاحب العربيه بتابع على الجي بي اس معايا نفس العربيه. طب قابلت العميل مشكله، عربيه عدت سرعه، عدت مش عارفه ايه، هو بيكلمني وانا بكلم اللي راكب العربيه، والله يا استاذه نبيل ما تزيديش السرعه، في مخالفات جايه على العربيه، هي مش عارفه ايه. فده العقد اللي بيتم. طيب اللي بيتقابلني اكيد مشاكل، يعني لازم اي مكان في الدنيا بتقابله مشاكل. فعلا. بنحلها. اول حاجه بحاول اتواصل لعقل العميل، بتعامل معاه بعقله هو مش بعقله يعني. وبحاول احلها على اساس مثلا القبض بتاع الراتب، انا بقبض عميلي قبل ما باخد من الشركه، لان لو التزمت مع القبض المرتبات بتاعه الشركات هخسر كل العمر. ده اهم حاجه دي. فانا بحاول اوفر الماديات من ناحيه ثانيه بعيد عن المستخلص بتاعي اللي جاي لي من الشركه اللي هي المعينه، وبصرف يعني ممكن اتاخر عليه ايام واتاخر عليه كده، بس ما بتاخرش المده المذكوره في العقد. حلو قوي. عشان بحاول، لان هو زي ما قلت لك قبل كده هو ملتزم ببنود. تمام. بتقابلك مشكله، المشكله الكبرى اللي مقابلاني الايام دي ايه هي بقى؟ ان مع علو اسعار السيارات انا مرتبطه بالعقد اللي ماضياه مع العميل وماضياه مع الشركه، يعني ماضيت مع حضرتك صاحبه العربيه مثلا ب 5000، وماضيت مع الشركه مثلا ب 6000، وماضينا عقد معاكي 3 سنين، فبالتالي نفس العقد اللي بمضيه معاكي بمضيه مع الشركه. في الايام دي بقى تيجي تقولي لي انا عايزه العربيه عشان ابيعها. مع احترامي ليك، انت بتعملي عليها فيلم ليه؟ عشان عايز تاخد عربيتك من عندي توديها مكان تاني بسعر تاني.
من هنا ندخل مع بعض دايره، لان انت عايز عربيتك وانا ما اعرفش اجيبها، لان عشان اوفر عربيه غيرها لازم العربيه البديله هجيبها بسعر عالي فعلا. فهتاخر على الشركه. طب ان كانت متوفره ما عنديش مشكله، نو بروبلم، اجيب العربيه واديها لك. طب مش متاحه، انت متخيله ان العربيه دي انا اللي راكباها، مش انا راكباها اكيد، لان العربيه دي متوفره للشركه مش ليا انا، فبالتالي لازم انا احط بديل. ومش لازم اعمل مشكله مع الشركه عشان اخسرها. شركات زي ايه كده مثلا؟ يعني مثلا عندك يعني معانا مجموعه شركات سياحه زي شركه دجمانا للسياحه مثلا. أيوة. معانا مثلا شركه اللي ام، معانا شركه الجمل، معانا مجموعه فنادق زي سيسيليا في الغردقه. حلو قوي. يعني دي مجموعه فنادق انا بشتغل، وطبعا بدون ذكر اسماء عشان برضو ايه، في ناس ما بتحبش اسماء تطلع على الميديا كتير يعني، لكن انا عندي مواقع في العاصمه الاداريه، وعندي مواقع في القريه الذكيه، وعندي مجموعه شركات سياحه زي كريم للسياحه وكده. أيوة. الناس اللي هي ممكن احنا نذكر اسمائها بدون ايه، بدون ما تزعل او كده، عاملين داتا معينه وداتا كبيره لمجموعه شركه. حلو. فده مشكلتي انا مع العميل. فالعميل احنا تعرضنا طبعا ان ورد في اي شغل يطلع يحصل فيه مغامرات طبعا. عندنا العربيات ممكن يتشال منها الجي بي اس وتحصل لها مشكله، انا بضطر ان دي مشكلتي وانا بحلها. انت كصاحبه عربيه ليك السياره بتاعتك كامله مكمله ما فيهاش اي مشكله، فالهدي كله انا بتحمله، والخساره الماليه كلها انا بتحملها، لاني انا شغاله في كده واخده الشغلانه دي محبه، انا بحبها او هي احترافيه ليا. وهو ده ايه احسن حاجه، ان الواحد بيتعامل مع حد او صاحبه شركه عندها اتقان في العمل وعندها امانه. أوه. اللي هي اساسا دلوقتي عنصر نادر جدا، مش لاقيه فعلا. مش ستات كتير في الشغلانه دي، ومش يعتبر أي انا وممكن تلاقي واحده او اتنين تاني او مفيش. أوه. كمان، فيعني اعتبر انا الست الوحيده اللي داخل السوق ده بعشم زي ما بيقولوا.